اقول لحضرتك ايه يا نادي؟ هو السرير اللي هناك ده كم هذا السرير؟ ده 4500 جنيه لحد البيت وحساب العربيه عليك، يعني كله 4800 جنيه. لا 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 مش عايز، انا عايز حاجه اوطى من كده، يعني حاجه اوسخ من كده شويه. في ده 900 جنيه بالمشال. ده حلو قوي، ده انا جربته. حلو؟ انا جربت عملت كده وكده فكت من الصوت ما شاء الله. بكام حضرتك؟ 900 جنيه بالمشال لحد البيت بالمشال. اه طب لو انا جيت شلته من هنا يبقى بكام؟ ب 800 جنيه. طب لو انا جيت نمت عليه هنا بكام؟ والله انت ظريف جدا. ايوه قوي. ضحكتك عسل والله. بقول لك مره واحد دماغه مشغوله قال له فين واتصل تاني. سلام ورحمه الله وبركاته. عسل والله. ربنا يخليك. طب السرير ده حاخده ان شاء الله. هقعد ادفع الفلوس هنا في الكوافير؟ لا الكاشير هنا يا اكسلانس. حلو قوي. طب والسرير ده سكن يعني هيوصل في خلال قد ايه؟ لو دفعت الفلوس النهارده هتاخده يوم الخميس. الخميس 22 بعد بكره. ايوه. مرسى وزك الانس. اصحى يا لمبي الساعه بقت 9:30. واحنا بقى على الصبح الخناقات اللي هتبقى على المصرف وسنين المصرف السودا وبوزها اللي هيبقى ثلاث انطار قدامها. الحاجة انت اتغيرت ازاي؟ والسرير ده جاي امتى؟ طب والسرير ده سكن انس يعني هيوصل في خلال قد ايه؟ بعد بكره. خميس 22. ايه ده؟ نجدة! 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 هو السرير ده جه امتى يا نجدة؟ قبل سفرنا بيوم يا حبيب. قبل سفرنا بيوم يا حبيبي؟ ده نطلع اغنية ده ولا ايه؟ يعني ايه قبل سفرنا؟ ايه ده؟ الخميس 29 غوليوس؟ الخميس 29 ايوه. نجلاء نجلاء هو حبيبة قلبي السرير ده بقول لك ايه انت؟ مالك يا